أسعد الله صباحاتكم مشاهدين الكرام في طبعة جديدة من طبعات اليوم مباشرة إلى الأخبار المحلية والعربية والعالمية، لكن بعد الفاصل. أولى المحليات هي صحيفة الصباح، حيث عنونت صدر صفحتها الأولى تمهيدا لزيارة الكاظمي وزير الخارجية يصل إلى تركيا، وأيضا من ضمن العناوين الأخرى في الصباح: خشية من عودة التظاهرات، وفد كردستان باق في بغداد حتى الوصول إلى اتفاق، والحلبوسي والكعبي يهنئان مرزوق الغانم لتجديد الثقة له كرئيس للبرلمان. الموانئ: مشروع الأتمتة يكتمل نهاية عام 2021. أخيرا في الصباح: الأسبوع المقبل اجتماع مرتقب لحسم آلية الدوري النلسوي. إلى الزمان، وأهم ما طالعتنا فيه صحيفة الزمان: تراجع مفاجئ للدينار يثير مخاوف وسط تحذيرات من انهيار الاقتصاد. الغانمي: عمليات استباقية لملاحقة المطلوبين وانتزاع السلاح المنفلت. أيضا في الزمان: كورونا 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الارتفاع، والعراق يستأنف رحلاته الجوية إلى ألمانيا والدنمارك. مسيحيو العراق يترقبون بفرح زيارة البابا. إلى الدستور، وفيه في صحيفة الدستور: ذيقار تنفض غبار الساحات وتنتظر زيارة وفد أممي كبير. قريبا الحكومة تعقد جلسة طارئة حول الموازنة، وكردستان تعلن استعدادها لتسليم كل إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية. كورونا تحذيرات من موجة ثالثة لا ينفع معها اللقاح. وأخيرا في الدستور: التطبيعية تعمل لرفع الحظر الكلي عن ملاعبنا. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود إلى فقرة مقالات. أين يقع العراق في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة؟ عنوان مقال نشر في صحيفة الصباح لمحمد صالح صدقيان، نتابع التفاصيل. ما زال المجتمع الدولي يترقب التصورات التي تحملها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حيال الأزمات والملفات الساخنة التي تعقدت بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وتابع الكاتب: إن فوز الرئيس بايدن قد يسبب انقساما داخل المجتمع العراقي بسبب تخوف بعض الأوساط العراقية من مغبة تحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية وانعكاس ذلك على التطورات في العراق بما لا يخدم مصالح هذه الأوساط. ونقل الكاتب عن دبلوماسي أوروبي قوله: الاعتقاد بأن إدارة الرئيس بايدن ستسعى إلى صياغة نهج جديد للولايات المتحدة في العراق يستند إلى تصورات كان يحملها الرئيس بايدن منذ أن كان في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. يسعدنا أن ينضم معنا في طبعة اليوم الأستاذ نجم القصاب المحلل السياسي، حياك الله أستاذ نجم. ومسائل خلافية كثيرة في كل عام تشوب الموازنة، ما الذي تختلف موازنة العام والمشاكل التي فيها عن موازنات الأخرى؟ تفضل. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. بالتأكيد لا تختلف هذه الموازنات أو هذه الموازنة عن الموازنات السابقة بسبب نفس السياسات ونفس السياقات ونفس الأهداف، ليس أهداف تحقيق ما يتمناه المواطن أو الشعب العراقي، بالعكس ما تتمناه الكتل السياسية. وهذا التصارع والتدافع هو لم يكن جديد أو وليد اليوم، وإنما منذ سنوات. الأمر الآخر: الظروف التي ضربت البلاد في السنة الماضية وفي السنة المقبلة، لا سيما انخفاض قيمة الدينار العراقي وعدم وجود حقيقة استثمار واقعي في المدن العراقية، والأمر الآخر والأخطر هو انخفاض أسعار النفط، والعراق ليس لديه موارد غير النفطية طيلة السنوات الماضية، وهذه من الأخطاء التي ارتكبت من قبل السياسات والكتل التي لم تستطيع أن تستثمر أو تصنع بيئة تستقبل كل ما يتمناه الشركات أو الدول، وإنما أصبحت الأموال والشركات طاردة وليس مستقبلة. طيب يعني أستاذ نجم، اليوم انخفاض الدينار مقابل الدولار
يشكل يعني مشكلة بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للموازنة؟ يعني أولا ليس هناك موارد، كما تعلم العراقي يبيع نفط يحصل على دولار، الدولار البنك المركزي يبيعه لكم مصرف أو كم شركة أو كم شخص أو كم دكان تابعين البعض منهم إلى كتل سياسية وإلى شخصيات سياسية، وهذا الدينار يرسل إلى وزارة المالية والمالية تعطي مستحقات الموظفين، مستحقات الفلاحين، الموازنة التشغيلية، الموازنة الاستثمارية. هذا ما تعلم العراق ليس أسوة بدول المنطقة، كل دول المنطقة وكل دول العالم تعتمد على شيء لربما بنسبة من 60 إلى 70%، لكن النسب الأخرى الاستثمارات، الزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة، هذه كلها موارد تحصل عليها الدولة من أجل استمرار عجلة الحكومة. وينها اليوم أستاذ نجم؟ وينها بالنسبة للدولة العراقية هذه الاستثمارات الأخرى؟ أيوة، أولا ليس هناك استثمارات حقيقية بسبب عدم وجود بيئة حقيقية، عدم وجود قوانين للاستثمار، قوانين للمصارف، للبنوك، هذه كلها تحتاج إلى تشريعات وتحتاج إلى تطمينات وتطبيقات. لكن أنا أرى صعب جدا المرحلة المقبلة والسنوات المقبلة ستكون سنوات جحاف، خصوصا على المواطن الذي لا يعتمد سوى على الراتب أو سوى على القوت اليومي. حتى الذين الغريب والعجيب بعد 2003 حتى اللصوص الذين غيروا النصوص عندما يسرقون الأموال لا يستثمروها في المدن العراقية وإنما يستثمروها في دول أخرى، وهذه أكبر مشكلة تعاني الدولة لأن لا يستطيع العراقي توفير كل الأموال وكل هذه المستحقات للشعب العراقي. كل مرحلة وكل سنة تكون أصعب من السنوات. أما الموازنة ينبغي علينا أن لا نكون عجز حقيقي أو عجز افتراضي، ينبغي أن تكون ما هو سعر البرميل النفط وما هو مستحقات العراق. لا ممكن أنا أجعل سعر النفط 60 دولار وهو سعره 35 دولار ويكون عجز حقيقي وبالتالي يكون اقتراض أما من المصارف الحكومية أو من المصارف الأهلية أو من البنك الدولي. تعلم هذه القروض فيها شروط وفيها كثير من المواصفات لربما تضر في مصلحة الشعب العراقي مستقبلا. طيب استاذ نجم، يعني نعود الى موضوع مهم ونتناقش فيه يوميا خصوصا مع قرب الموازنه، النقاشات الجاريه بين المركز والاقليم، هل من شانها ايجاد صيغه تفاهم لتمرير الموازنه؟ انا ارى الاقليم كردستان ليس كاقليم قبل سنوات، الان الاقليم فيه صراعات وفيه انشقاقات وفيه كثير من الشطارات داخل هذه الاحزاب. اليوم الحزب اصبح أحزاب والأحزاب أصبحت شخصيات متنوعة متعددة، وبالتالي التظاهرات التي حصلت في السليمانية أنا أرى وأظن سوف تنتقل إلى أربيل، وبالتالي سيكون أربيل وإقليم كردستان أضعف مرحلة وأضعف موقف في السنوات الماضية، لأن في السنوات الماضية كان إقليم كردستان كان هو القوي، وعندما يتفاوض بقوة ويفرض شروطه، لكن ينبغي على بغداد أن تتفاوض كمركز مع أقليم، كرأس مع عضو، ليس الأقليم هو مركز وبغداد هو العضو مثل ما كان في السنوات الماضية. ينبغي علينا أن نتضافر، أن يكون تضامن حقيقي بين الكتل السياسية وبين الأحزاب لدعم الحكومة لإجراء انتخابات في العام المقبل حتى نخلص من كل هذه الصراعات والتدافع بين الكتل السياسية. بهذا الحال أستاذ نجم، يعني ممكن نشوف اتفاق جديد فيما يخص بين الإقليم والمركز في الموازنة؟ إلى الآن ليس هناك اتفاق حقيقي لأن تم التصويت على الإقراض، لم يكن هناك توافق أو اتفاق حقيقي بين إقليم كردستان وبين المركز. طيب بالحديث عن الانتخابات، يعني مع توفر معظم شروط إجراء الانتخابات المبكرة، مختصون يتحدثون عن أن كل ما توفر قد لا يكون له تأثير إن لم يكن هناك تفعيل للمحكمة الاتحادية. من وجهة نظركم كيف تنظرون إلى ذلك؟ بالتأكيد ليس هناك أي انتخابات ما لم تكمل المحكمة الاتحادية، لأن من الذي يصادق على الانتخابات؟ أليس المحكمة الاتحادية؟ من الذي تكون هناك موافقة وتجعل الانتخابات حقيقية؟ لأن هناك كثير من الاعتراضات، كثير من الامتعاضات، كثير من الشكاوي. ينبغي علينا أن نكمل المحكمة الاتحادية وبعدها يتم إجراء انتخابات.
طيب استاذ نجم، يعني هل تعتقد بوجود امكانيه لتمرير صياغه معينه لتفعيل المحكمه الاتحاديه لتفادي اي معرقلات في الانتخابات؟ بالتاكيد، يعني انا ارى جدا يعني مهم على البرلمان العراقي ان يكمل المحكمه الاتحاديه وبعدها ان يتم اجراء انتخابات، وهذا ما ننتظر ان تكون تغيير ويكون وعي انتخابي عند الناس حتى يتم اول الانتخاب وثانيا التغيير. طيب الاستاذ نجم القصاب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. مشاهدينا فاصل ومن ثم الى الصحف العربية والعالمية. نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها الصحة العمانية تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح فايزر المضاد لكورونا، نتابع التفاصيل. أصدرت وزارة الصحة العمانية أمس الثلاثاء ترخيصا لاستيراد لقاح فايزر بيونتيك للاستخدام للطوارئ الوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 16 عاما فما فوق. وأوضحت الوزارة أنه يتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل 3 أسابيع، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد تقييمها دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة فايزر الأمريكية فور استلامها في 26 تشرين الماضي. أيضا في الدستور الأردنية، وقد نشرت الإمارات تبدأ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح صيني، أتابع. الإمارات حملت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من اعتماد الدولة الخليجية للقاح شركة سينوفارم الصينية رسميا. وتعد الإمارات إحدى أولى الدول التي بدأت حملة التطعيم الجماعي ضد مرض كوفيد 19، وكانت بريطانيا قد بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تطعيم باستخدام لقاح فايزر بايونتيك. في الاتحاد الإماراتي، نقرة والسعودية تعلن عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للجميع، نتابع تفاصيل هذا الخبر. أعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسليم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين. وأكدت الوزارة مأمونية وفعالية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مضيفة أن الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مجانا. نشرت صحيفة القبس الكويتية تركيا تصرح رغم عقوبات واشنطن سنواصل تطوير صناعتنا الدفاعية، نتابع. بعد فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة S-400 الروسية للدفاع الجوي، أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير إن أنقرة عازمة على مواصلة الطريق بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية على الرغم من العقوبات الأمريكية وربما بوتيرة أسرع. إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت نطالع، ميركل تصرح اتفاق بريكسيت ليس أكيدا ولا مستبعدا، نتابع. صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن نتيجة مفاوضات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن إبرام اتفاق تجاري بين جانبين لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني مفتوحة أمام كافة الاحتمالات. جاء ذلك وفقا لما صرحت به ميركل خلال جلسة عبر الفيديو لكتلة تحالفها المسيحي. ونقل مشاركون عن ميركل قولها إن التوصل إلى اتفاق ليس أكيدا ولا مستبعدا. في الواشنطن بوست، ومنها ماكونيل يعترف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. هنأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه الانتخابي، معترفا لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 تشرين الماضي.
وأضاف ماكونيل أن الرئيس المنتخب ليس غريبا على مجلس الشيوخ، لقد كرس نفسه للخدمة العامة لسنوات عديدة، أتطلع إلى إنهاء 36 يوما القادمة بقوة مع الرئيس دونالد ترامب. في الديلي ميل ومنها إيطاليا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى تنسق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، نتابع. قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى وافقت على تنسيق بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ووفقا للوزارة الإيطالية، وقع على البيان كل من وزراء صحة بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وسويسرا بعد اجتماع عبر الفيديو. الختام في العالمية من صحيفة ذا تيليغراف، ومنها تنظيم جديد لقواعد السفر إلى النمسا في فترة الأعياد يطبق اعتبارا من السبت المقبل، نتابع. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن عدد من الضوابط الجديدة للدخول إلى البلاد خلال فترة احتفالات عيد الميلاد على أن يبدأ التطبيق يوم السبت المقبل. وذكر بيان للوزارة أنه حتى الآن لا توجد قيود على دخول المسافرين القادمين من استراليا وفنلندا وإيرلندا وإسلندا واليابان، بشرط أن يكون المسافرون قد أقاموا في هذه البلدان أو في النمسا خلال الأيام العشرة الماضية. في الاقتصاد مشاهدينا، والبداية من صحيفة القبس الكويتية ونقرأ فيها صناديق المؤشرات المتداولة خليجيا قليلة للغاية، نتابع. لا تزال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الخليجية منخفضة للغاية، لكن رغم ذلك فإن الشهية المتزايدة لتنميع الاستثمارات يمكن أن تساعد الأسواق على المضي قدما في العام المقبل وزيادة المنتجات الاستثمارية. وبلغت قيمة صناديق المؤشرات المتداولة في دول الخليج منذ طرحها في أوائل التسعينيات حتى الآن نحو 285 مليون دولار فقط، مقارنة بأصول تمتلكها صناديق الاستثمار المتداولة في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات وفقا لما ذكر تقرير زاوية. من صحيفة الاقتصادية السعودية نطالع فيها روسيا تفرض ضريبة على صادرات القمح وسط خطوات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء، نتابع. قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع على قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح تستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المسؤولون لمواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محليا، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط بحسب رويترز. وفي صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة اليوم السابع نقرأ فيها مشاهدينا، كم تبلغ تكلفة أن تصبح واحدا من محبي أبل الأوفياء، نتابع تفاصيل هذا الخبر. كشف تقرير لموقع CNN الأمريكي أن تكلفة أن تكون واحدا من المعجبين الأوفياء لشركة أبل مرتفع للغاية، فشراء أغلى إصدار من معظم أجهزة أبل بما في ذلك الملحقات وخدمة أبل كار خلال هذا العام سيحتاج منك إنفاق ما يقرب 80,000 دولار لامتلاك أفضل نسخة من كل جهاز تقدمه الشركة الأمريكية. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة النهار اللبنانية نطالع أمازون تكشف عن سيارة أجرة جديدة، نتابع التفاصيل. كشفت شركة زوكس للمركبات الذاتية القيادة التابعة لشركة أمازون النقابة عن أول سيارة أجرة آلية تابعة لها، وكانت أمازون قد استحوذت على شركة الناشئة زوكس في شهر حزيران حين أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس سابقا عن حماسة
حماسته لصناعة السيارات، وتتسع السيارة المصممة على شكل عربة بتداول لقاحات كورونا إذا لم تثبت فعاليتها وأمانها في مواجهة الفيروس. وقال تاج الدين خلال مؤتمر صحفي أن اللجان العليا تراقب وتتابع أيضا، ولديها آليات رصد لافتة في الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ، والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن. مشاهدينا، يسعدنا أن ينضم معنا في طبعة اليوم الدكتور عباس الحسيني مدير مستشفى الزهراء عليه السلام. حياك الله دكتور، ونبدأ معكم بأحد الملفات الأكثر أهمية، ألا وهو موضوع اللقاحات، حيث أن أغلب المؤشرات تقول أن اللقاح الأقرب للعراق هو اللقاح المختص فيما يتعلق لربما أصيلي أو الأمريكي. شكرا جزيلا، صباح الخير عليكم وعلى جميع العراقيين، نتمنى الصحة والسلامة الحقيقة للجميع. اليوم حقيقه وزاره الصحه بذلت جهود مضنيه بالاتصال بجميع الشركات، اليوم اللقاح الروسي والصيني وشركه بايزر والشركه الامريكيه. الهدف حقيقه احنا نعتمد على اللقاح اللي اصدره منظمه الصحه العالميه. يعني ما تجازف وزاره الصحه بادخال لقاح ما لم تقره منظمه الصحه العالميه وتؤكد اولا سلامه اللقاح. شركة بايزر أقرت حقيقة شركة الـ FDA الأمريكية اللي منظمة الغذاء والدواء، هذا يعطي فد ويعطي أيضا مثال إن هذا اللقاح، لكن اللقاح لحد هذه اللحظة ما زال اللقاح يعطى، لا تستطيع أي شركة أن تؤمن مدى فعالية اللقاح أو وجود مضاعفات أو كم من الوقت يعطي مناعة هذا اللقاح. إحنا اليوم يعني وزارة الصحة تنتظر مسألة أنه الأمن من اللقاح، لأنه اللقاح جدا جدا حساس وقد يشكل نوع من التأثيرات الجانبية اللي قد تكون غير مكتشفة أو تكتشف خلال استخدام اللقاح. أمنت وزارة الصحة تقريبا 20% للشعب العراقي، أي ما يقارب 8 مليون جرعة، وتوزعها حسب اللجان المختصة اللي هم الأهم أهمية أكثر أهمية واللي أكثر عرضة للخطر، لكن أيهم أقرب حقيقة الوقت وتصريح وزارة الصحة أنه دخول اللقاح بالشهر الثالث، وكثير من التحديات عملية نقله وخزنة وتوزيعها. لكن طيب دكتور عباس، يعني حسب رأيكم هل لدينا لجان متخصصة لدراسة طبيعة اللقاح ومدى سلامته للاستخدام، وبالتالي اختياره سيتم وفق اختيار طبي متخصص؟ نعم طبعا، اللجان موجودة، لجان استشارية في وزارة الصحة اللي هي مجموعة من الخبراء، والسيد الوزير بنفسه مشرف على هذه المسألة لحساسيته، وحتى دولة رئيس الوزراء أيضا كان أكد لأكثر من مرة بكتب رسمية أن وزارة الصحة مهتمة بالموضوع، ومتابعة شخصية من قبل دولة رئيس الوزراء أنه مسألة إيصال اللقاح المناسب والخزن وعملية توزيعها المسألة تحت سيطرة، وننتظر حقيقة إقرار منظمة الصحة العالمية. وأيضا إحنا عندنا فرصة اليوم نراقب الوضع
نراقب الدول اللي تاخذ اللقاح ومدى فعاليته وظهور اعراض جانبيه، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى العراق انخفاض الاصابات، يعني هذا عامل ايجابي على الرغم من كل سنه احنا اليوم يعني من الشهر 11 ندخل الدار كاطباء اطفال بحالات الاصابه بالفيروس والحمى العاليه، لكن هذه السنه كانت الامور اقل وطأة حقيقه واقل اصابات بالفيروس، وهذه ايضا من نعم الله علينا واقل اصابات بالاطفال. نعم. طيب يعني دكتور افهم من كلامكم ان هذا اللقاح هو لقاح طوارئ بمعنى اخر تحت التجربه كما اعتمدته مصر؟ انا باعتقادي هو هكذا، لانه اللقاح كان بفتره زمنيه قياسيه جدا وسريعه. انا اتمنى حقيقه انه تشكل خليه ازمه عالميه من مجموعه العلماء اللي اجتمعوا، وكل دوله سوت لقاح كلهم يجتمعون في مختبر واحد ويعني تشارك بيناتهم البحوث حتى يطلعون لنا بلقاح متين، لقاح بعيد المدى، ولقاح ممكن يغطي حقيقه وينقذ العالم، لانه اليوم هي مو مساله اقتصاد ولا مساله سياسه بقدر هي مساله انقاذ العالم. وتتجرد الدول الكبرى حقيقه مساله انه تكلفه اقتصاديه او مسائل سياسيه وحتى من اجل انقاذ العالم وظهور لقاح على الساحه يغطي احتياج العالم. فانا اعتقد انه هو فعلا كان لقاح طوارئ لمده قصيره قد لا تتجاوز الثلاثه اشهر، في حين احنا المناعه الانسان من الاصابه ايضا ما تقارب من ثلاثه الى سته اشهر، اذا فائده اللقاح قد تكون هي قليله. نعم. طيب يعني دكتور عباس، رجوعا للموقف الوبائي، هناك انخفاض ملحوظ كما تحدثت بنسب الإصابة، ما العوامل الرئيسية لذلك الانخفاض؟ وهل هذا التراجع يضعكم أمام تحدي آخر كونه قد يؤدي إلى التراجع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتالي ما السبيل لضمان الالتزام بهذا الموضوع؟ نعم، طبعا الوقاية خير من العلاج، هذا الشعار اللي رفعته وزارة الصحة، وبكل شدة اليوم رسالتنا للشعب العراقي أنه إحنا نعم قد نستفيد من اللقاح ويشكل بارقة أمل، لكن اليوم الوقاية ارتداء الكمامة والتباعد المكاني، ووزارة الصحة أخذت أكثر من قرار من خلال العقوبات حقيقة والتنبيه لكل من يخالف، سواء كانت المولات أو التجمعات، سواء كانت المناسبات الوطنية أو الدينية، وأيضا المدارس ووزارة الصحة بإشراف مباشر مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل حقيقة إعادة أفضل والحفاظ على طلاب. واليوم ليعلم الشعب ان الوقايه هي خير من العلاج، ويجب عدم ترك مساله انه ارتداء الكمامات والتباعد المكاني، وايضا في نفس الوقت نوجه انه نحمد على رفع المناعه الانسان من خلال الاكل الجيد، الخضروات والعمليات وتناول الفيتامين سي، هذا يعطي دعم للمناعه ومدار الجسم من اجل انه لا سمح الله بخط الاصابه. نعم. طيب يعني دكتور عباس، في حال مثلا لا سمح الله كان هناك تراجع وانخفضت نسبة الشفاء، ما هي الأساليب بالنسبة لوزارة الصحة لخلية الأزمة؟ هل هناك يعني قرارات جديدة؟ الصوت متقطع، سؤال غير واضح. دكتور تسمعني؟ الدكتور عباس الحسيني مدير مستشفى الزهراء، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. في أخبار الثقافة والفنون نطالع مشاهدينا في الراية القطرية، الثقافة القطرية تمسج الموسيقى الغربية بالشرقية، نتابع التفاصيل. نظم مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية احتفالية موسيقية بالتعاون مع مكتب اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن ومقره الدوحة، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار العالمي الراحل والشهير لودفيج فان بيتهوفن، وذلك على مسرح قطر الوطني، فيما سيتمكن الجمهور من متابعة العرض الاحتفالي عبر منصات المركز الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بدءا من يوم 28 من ديسمبر الجاري. أيضا في أخبار الثقافة والفنون نقرأ في صحيفة المصرية اليوم، الحرف العربي احتفالية كبرى في اليوم العالمي للغة العربية بمتحف الطفل، نتابع التفاصيل.
يحتضن مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل يوم الجمعة المقبل تظاهرة ثقافية تحت عنوان الحرف العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. وتنظم التظاهرة تحت رعاية الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، حيث أكد حلمي أن اللغة العربية أو لغة الضاد تأتي في مقدمة اللغات التي أكدت على رعايتها منظمة الأمم المتحدة لإيمانها بأهمية التنوع الثقافي في الارتقاء بالمجتمعات. في أخبار المنوعات من جريدة الرؤية الإماراتية نقرأ فيها: ثعبان ضخم يفاجئ تايلانديا باختراق سقف الحمام. نتابع التفاصيل. تحولت دقائق استراحة نالها عامل مطعم في تايلاند للذهاب للحمام إلى كابوس عندما اخترق ثعبان قاتل فتحة فوق سقف الحمام وتدلى عبرها نحو العامل في مشهد مرعب، وتمكن نوب باوين من التقاط لحظة اختراق الثعبان لخصوصيته بكاميرا الهاتف قبل أن يغادر الحمام بأمان، لكن عند عودته بعد طلب المساعدة كائن الثعبان الذي بلغ طوله نحو 3 أمتار قد اختفى من المكان. في اليوم السابع نقرأ: عودة للطبيعة، كولومبية تزين حديقتها لجذب 30 نوعا من الطيور الطنانة. نتابع. العودة إلى الحياة الطبيعية وسط الأشجار والطيور مشهد يحلم بمتابعته الملايين حول العالم للتقليل من صخب ضجيج المدينة حولهم، وهذا ما برعت فيه سيدة كولومبية تدعى باردو تبلغ من العمر 63 عاما بالتعاون مع والدتها في جلب مئات الطيور الطنانة إلى الحديقة الخاصة بهم في كولومبيا، وذلك بسبب ما يقدمونه من أطعمة وخدمات تجذب أكثر من 30 نوعا من تلك الطيور في بلدتهم الصغيرة. في الرياضة مشاهدين يطالعوا في الشأن الرياضي لصحيفة القدس العربي، كومان برشلونة بات فريقا مختلفا. نتابع. دعا رونالد كومان مدرب برشلونة أمس الثلاثاء جماهير النادي وخبراء اللعبة إلى تقبل فكرة أن الفريق لم يعد مرشحا للفوز بكل مباراة، وسيتقابل برشلونة مع ريال سويسداد متصدر الدوري الأسباني اليوم الأربعاء، ويأمل بعد هزيمتين قاسيتين أمام قادش ويوفانتوس في أسوأ بداية لموسم الدوري منذ 33 عاما. وقال كومان في مؤتمر صحفي: الضغوط هنا كبيرة والكل يطالبك بالفوز بكل مباراة، وتابع: لكن وضع النادي بات مختلفا الآن، ويجب أن نتقبل فكرة أننا لن نستطيع الفوز باستمرار. في الرياضية السعودية نطالع فيها اليوم: آسيا تترقب مستضيف أسيادي 2030. نتابع. تترقب القارة الصفراء الإعلان عن البلد المستضيف للألعاب الآسيوية 2030 الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية في 39 المجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيترأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية في مسقط، حيث يتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 والذي تقدمت به السعودية بملف الرياض 2030 إضافة إلى الدوحة جدول أعمال اللجنة. مشاهدينا والآن مع فقرة كاريكاتير، لكن بعد هذا الفاصل.